زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خليني يمكن هتكلم زي ما انا كنت بتكلم مع زملائي الاعزاء على انه بالتاكيد لازم النهارده نتكلم على استقبال فخامه الرئيس لرئيس الوزراء الياباني، بس تعالى اخدها بزاويه تبدو مختلفه وقد تبدو صادمه، يعني شوف انت عايز تقولها ازاي. تعالى ناخدها واحده واحده. يمكن زي ما قال امبارح رئيس الوزراء انه التشكيك طول الوقت في الخطوات وفي السياسات المصرية سواء إذا كان على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي لا يتوقف ومستمر بلا هوادة، التشكيك في أنه إحنا غير قادرين على تسديد مش عارف الالتزامات اللي علينا في 2022 فلاقي نفسنا بنسدد، لن يمر 22 إلا والاقتصاد المصري منهار ومصر تعود 900 سنة لورا فلاقي إن إحنا الحمد لله عدينا 22 بمنتهى السلام أو الهدوء أو الطمأنينة لو صح التعبير. هل أقول لك إحنا عدينا واحنا جايبين الديب من ديله؟ تصدق تصدق لانه الحقيقه جزء من ان احنا نجيب الديب من ديله ان احنا ما عندناش نقص في سلعنا، ما عندناش طوابير الناس واقفه قدام المحلات والسوبر ماركتس والبقاله و و و عشان اخد اكلي وشربي، لانه هو منتج لبعض السلع او لكثير من السلع وبيبيعها غالي، انا بستورد من عنده وببيع ارخص. على كل جبنا الديب من ديله في نهايه 2022، قال لك مش هتعرفوا تسددوا دفعه فبراير 23 فسددنا، كانت 3 مليار وشويه اظن 3 مليار ونص لو انا متذكر مظبوط يعني، واشار ليها امبارح الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه اللي انا بشوفه هام جدا جدا. المساله مش بهذه السهوله، مصر ما وقفتش من 2014 دقيقة تريح، لا تريح على مستوى الشغل ولا تريح على مستوى حرب كانت في سيناء ولا على تأمين حدودها الغربية ولا الخطوط الحمراء اللي حطتها في كل حتة عشان محدش يقرب لا من مصر ولا من الأوطان العربية ودول الجوار. مصر ما همدتش دقيقة، مصر أنقذت المنطقة العربية بالكامل بالكامل. طيب لما تيجي تشوف بقى، طيب يا جماعة أنا بشتغل مع كل الناس، بعمل تفاهمات واتفاقات وشراكات، وديك شايف بعمل شراكات كنا مع الهند والرئيس السافر. طب والنهاردة اليابان هتيجي تعمل شراكات وتفاهمات وشراكة استراتيجية مع مصر ومصر ضعيفة ووحشة واقتصادها منهار وسياستها غير مستقرة ومش طبعا لا، رئيس الوزراء الياباني مش جاي علشان خاطر يقعد معانا قاعدة ويروح. الناس دي ما بتفكرش على الإطلاق غير في المصالح المشتركة، مصلحتك ومصلحتي، وأي بلد يجي يقول لك مصلحتي حقه. ده لوحده لو عاوز تبص عليه بعين، مش هقولك تبص على كل السياق اللي حصل من 2014 لحد دلوقتي، لا بص على زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، البروتوكولات والتعاونات اللي كانت بتتمضي النهاردة وحضرتك شايفها صوت وصورة، دي مجرد زاوية لقطة من المجهود اللي اتبذل في مصر عشان نوصل لشراكة استراتيجية مع اليابان. خليني أستأذنك نسمع ونشوف مقتطف من كلمة الرئيس النهاردة وبعدين نرجع نكمل الكلام. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا، علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة.
استأذنك نطلع فاصل وهنرجع نكمل الكلام، خليكم معانا. بحثت كذلك مع ضيف الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. طيب، الكلام ده كلام شديد الأهمية جدا. الرئيس تناول من ضمن المباحثات الثنائية الحديث على الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي والسلم والأمن فيه على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وزي ما قال الرئيس، وموضوع السودان خد جانب مهم جدا في حديث رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء اليابان. خليني أخذ معانا على التليفون دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا. وحضرتك طيب سيادة النائب أستاذ يوسف، اتفضل يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا دكتور. بجانب ان احنا بنتكلم على أهمية هذه الزيارة من رئيس الوزراء الياباني، وبالذات في هذا التوقيت، وهو توقيت يعني أنا أظن مهم لوقف التشكيك من ناحية، وتوقيت مهم لأنه الأوضاع في المنطقة للأسف لا يعني تحظى باستقرار مبتغى أو نتمناه، وحديث الرئيس عن أنه الوضع في السودان خد جانب مهم جدا من المحادثات، وخصوصا مسألة وقف إطلاق النار. هبدأ الأول بتوقيت الزيارة وتوقيع هذه البروتوكولات والتطلع للشراكة الاستراتيجية، ثم أذهب للسودان ورؤية دكتور طارق ليه، هل هناك أمل حقيقي في وقف إطلاق نار أو إنهاء الحرب في السودان؟ ناخدها واحدة واحدة. طيب، خليني أقول في الأول أنه زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر سيادة النائب دي مهمة جدا، لأنه اليابان تنظر لمصر باعتبارها دولة رئيسة ومركزية ومحورية للإقليم، ليس للشرق الأوسط والعالم العربي، ولكن بوابة حقيقية لإفريقيا. لماذا الآن هذا هو المهم؟ الآن كما تعلم حضرتك اليابان تسعى إلى منافسة الصين ومنافسة القوى الأخرى في الإقليم، ومحاولة للانفتاح على أكبر الدول العربية والشرق أوسطية والنافذة إلى إفريقيا من خلال مصر. طبعا اليابان بتربطها بمصر علاقة بالفعل تاريخية، ولن نخوض في تاريخية العلاقة، يعني معنى حضرتك سيادة النائب أنه هذه العلاقة بدأت منذ سنوات طويلة وفي العشرينات تقريبا، فأنت بتتكلم على علاقة جيدة مع دولة طبعا لها حضور معنا في كثير من المشروعات وفي مجالات متعددة، سواء كان في بالنسبة لمجالات السياحة، الاقتصاد، الاستثمار، حتى في اللقاء اللي تم مع رئيس الوزراء اليوم أيضا في موضوع المتحف، والإشارة إلى تاريخية العلاقة في البنية الأساسية المصرية. لكن اليابان تتحدث بلغة مختلفة، بمعنى أنه لابد أن نفهم أن اليابان الآن بتبني شراكات مع الدول المركزية في الأقاليم المختلفة. طبعا هذه الزيارة زيارة جاي حضرتك قبل قمة السبعة اللي هتعقد خلال أسابيع في اليابان، وفي دعوة وجهت إلى مصر في مجالات جديدة اتكلمنا فيها بعيد عن تحويل العلاقة إلى شراكة. يمكن حضرتك سيادة النائب بتقول لي شراكة استراتيجية في هذا التوقيت، أولا من حيث المجالات ومن حيث الاهتمامات ومن حيث الأولويات، القاهرة بتقدم مقاربات ورؤى جديدة في مجال التعاون الإقليمي والدولي، وفي مجالات طبعا مرتبطة بالطاقة والهيدروجين الأخضر ومجالات كثيرة ربما تطرحها الدبلوماسية المصرية، وبيركز عليها سيادة الرئيس الآن فيما يعرف بأجندة مصر الاقتصادية تتجاوز الأجندة التقليدية، وبالتالي مهم جدا ان احنا نقول ان احنا بننفتح، بنقدم فرص غير تقليدية للقوى الكبرى خصوصا الصين، اليابان، روسيا، وبالتالي بينفتح مشهد العلاقة مع اليابان اليوم في مجالات الطاقة المتجددة وفي مجالات
التعليم والسياحة، وربما كان في إشارات مهمة لمجالات التعاون سواء كان بالنسبة للتعليم، بالنسبة لمجال السياحة، بالنسبة للاقتصاديات المتنوعة وأيضا الطاقة المتجددة. طبعا اليابان مهمة لأفريقيا ولينا، هم طبعا قدموا مقاربة لمخصصات لمشروعات تنموية في أفريقيا تقريبا 30 مليار وبيتعاونوا مع البنك الإفريقي للتنمية، لكن اليابان عينيها على الدول المستقرة في أقاليمها. يعني لو نقرأ الاستراتيجية اليابانية اللي أعلنت منذ عدة أسابيع نفهم ليه زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى مصر وإلى عدد من الدول الإفريقية. هم بيتكلموا على سياسات دفاعية جديدة في الأقاليم المتعددة، بيتكلموا على ميزانيات دفاع جديدة، بيتكلموا على دور لليابان ببناء شراكات مع الدول التاريخية، دول المستقرة سياسيا وأمنيا. هم بيذكروا في الاستراتيجية الخاصة بهم إن إحنا لابد أن نتعاون مع هذه الدول اللي هي لها مصداقية في النظام الدولي، ويجب أن نسلم إن إحنا بلدنا الآن ينظر ليها خارج نطاق الإقليم، إنها نموذج للاستقرار الأمني والسياسي وجزء منها ما تقدمه للمنظومة الإقليمية والدولية. عشان كده إحنا النهاردة الشراكات الجديدة اللي مصر بتبنيها سيادة النائب مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة، روسيا، الصين، دول الاتحاد الأوروبي، لا تقوم فقط على موضوع الندية أو المصداقية، لديك مصداقية في مجال السياسة الخارجية المصرية بتبنى على أساس مصالح مشتركة وفوائد متبادلة وأجندة متجددة. يعني حضرتك بتتكلم على الشراكات الجديدة، لكن احنا بنتكلم أيضا مع اليابان ومع الصين ومع القوى الكبرى على مستوى مجالات. النهاردة بنتكلم على الطاقة، بنتكلم على العلاقات على مستوى الندية، بنتكلم على مجالات جديدة في مشروعات الأمن الغذائي، بنتكلم على مجالات في مجال التنمية المستدامة، بنتكلم على الطاقة المتجددة. ففي مجالات تتجاوز الأطر التقليدية في مسار العلاقات بين مصر وبين اليابان. في تأكيد اليوم على مكانة مصر في الخريطة التفاعلية للعلاقات الدولية. مصر بتحجز دور كبير جدا للترتيبات السياسية والأمنية في مستوى الإقليم وعلى المستوى خريطة التفاعل الدولي بما لك من مصداقية، وأنك لك حضور في العالم بمصداقية محددة اليوم ومن خلال التخطيط الجيد للسياسة الخارجية المصرية. في جزء من مما يعني نجنيه الآن هو طبيعة دورك في النظام الإقليمي سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي وحرص القوى الدولية. النهاردة لو بتعمل تحليل مضمون سيادة النائب لما قاله رئيس الوزراء الياباني كيشيدا النهاردة، هو بيتكلم بيقدر مكانة الدولة المصرية وتعزيز مكانتها، جزء منه تاريخ العلاقة وجزء منه رؤية للمستقبل ورؤية استشرافية لمسار هذه العلاقات بطبيعة الحال. طب حلو جدا. فيما يتعلق بمباحثات فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الياباني حول الملف السوداني وضرورة وقف إطلاق النار في أسرع فرصة ممكنة، إلى أي مدى من الممكن أن تتحقق الأمنية في وقف إطلاق نار مستمر وثابت وصولا إلى إنهاء الحرب بالكلية؟ هو بالتأكيد طبعا الخطاب السياسي المصري وخطاب سيادة الرئيس في هذا منذ اللحظة الأولى كان التحرك المصري في اتجاهين، اتجاه التعاون مع دول الجوار، وكان طبعا الاتصالات اللي أجراها سيادة الرئيس مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير وأيضا الأمين عام الأمم المتحدة، رئيس وزراء بريطانيا، القادة الأفارقة، كل الاتصالات كانت بتتم في إطار الدعوة لوقف إطلاق النار ودعوة طرفي المعادلة لخطوة وقف إطلاق النار، ثم نبدأ المفاوضات الخاصة باستمرار واستئناف العملية السياسية. اليوم تأكيد سيادة الرئيس مع رئيس الوزراء الياباني على هذه النقطة، الرسالة مهمة إنه مصر حريصة على أن تكون على مسافة واحدة من القوى السودانية، وعلى اعتبار أن مصر لها طرح مهم قوي في تأكيد القرار السوداني، معنى منع أي تدخلات خارجية والتأكيد على استقلال السودان. حرص مصر على هذا لأنه القاهرة تنظر إلى السودان على أنها ليست فقط دولة جوار، إنما طبعا هي الدولة الأهم لينا على المستوى يعني الشعبي، وإحنا بنتكلم على مصر والسودان كبلد واحد. في إجراءات الدولة المصرية اتخذتها سواء في اتصالات القيادة السياسية أو حتى في إدارة الأزمة
إدارة الأزمة أيضا يجب أن أشير أنها تميزت بالمهنية والتعامل مع اللحظة الأولى القضية، مش عودة العالقين، والمهام التي قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية، لكن أيضا مساعدة بعض الدول في يعني مراجعة بعض السياسات ورجوعهم بعود الرعاية، وجزء منه مرتبط طبعا بتنظيم الدخول و يعني تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة، وفي توجيهات مباشرة من القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتسهيل هذه العملية. الموقف السياسي المصري أيضا تم التعبير عنه في الجامعة العربية أيضا تجاه التطورات اللي حصلت في الاتحاد الإفريقي وأيضا في الأمم المتحدة طبعا جلسة مجلس الأمن. وبالتالي احنا بنؤكد على أمرين: وحدة الشعب السوداني وعودة العملية السياسية ووقف إطلاق النار منعا لتمدد الأمر في السودان الشقيق. هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة المصرية على مستويات متعددة، ونتمنى بطبيعة الحال أن يتجاوب الأشقاء في هذه الخطوة. وأعتقد أنه التحرك المصري هو تحرك مسؤول، ليس على مستوى أنها دولة جوار، لكن أيضا إحنا حريصين على استقلال السودان، ومصر لم تتأخر لحظة عن دعم السودان والتعامل مع كل القوى السياسية المكونين السياسي المدني وأيضا العسكري. وبالتالي مصر بالفعل على مسافة واحدة مع الأشقاء في السودان. طبعا أنا بشكرك جدا 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 دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. طيب تعالى أرجعك على اليابان وزيارة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إلى القاهرة، و خلونا نستعرض يمكن خلال المؤتمر أو يعني نستعرض جزء من كلمة الرئيس، وأيضا من خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية اللي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستقرار، خلي بال، أو الاستثمار والاستقرار بشكل عام. الكلام ده اتكلم فيه الرئيس، الكلام ده بحضور رئيس وزراء اليابان. يا جماعة العالم أصبح أصغر وأدق من أننا نقول كلام فاضي في المطلق. تشكيك عمال على بطال، ده كلام فارغ، مسألة ما فيهاش هزار. خلونا نسمع مقتطف صوتي ونشاهده أيضا ونرجع نكمل الكلام. لقد استعرضت مع السيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين. وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ده كلام فخامة الرئيس ومن خلال المؤتمر الصحفي، وإزاي تم استعراض كافة ما تم عمله في مصر وعرضه أمام رئيس الوزراء الياباني. عزيزي المشاهد، عزيزي المواطن، عزيزتي المشاهدة، عزيزتي المواطنة، هو أنت متصور أنه رئيس جمهورية ورئيس وزراء هيعرض أي منهم على الآخر شيء غير واقعي؟ يعني هل إحنا كناس عادية وصلنا إلى هذا القدر من السذاجة إن إحنا نتصور إنه إحنا بنقول كده بس لليابانيين مثلا؟ يعني يا جماعة إحنا بنتكلم على علاقات ما بين دول واستعراض مشروعات، وعندنا استعراض لخطوات اتعملت، العالم بيبقى عارف عنك بالظبط وبمنتهى الدقة وبأقل علامة عشرية كل حاجة حصلت عندك. طيب تعالى أخدك ونروح على العلاقات على المستوى إيه بقى؟ مستوى التقني ومستوى البحث العلمي، وأيضا العلاقات على المستوى اللي احنا بنسميها الجامعي، والجامعة دي هي بداية البحث العلمي. معانا على تليفون دكتور عمرو الطويل عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. جمهورك الكريم. منورنا يا فندم. دكتور عمرو، كنا بنتكلم على العلاقات ما بين مصر واليابان، ويمكن هاخدها من زاوية الجامعة المصرية اليابانية. إلى أي مدى الجامعة المصرية اليابانية
تعكس تطور في العلاقة ما بين مصر واليابان. وأيضا عايز أتكلم شوية على كلية الهندسة في الجامعة واختلافها عن أي كلية هندسة في جامعة من الجامعات الأخرى داخل جمهورية مصر العربية. هو طبعا بدون شك ان فعلا مشروع الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا هو تطور نوعي في علاقه الشراكه بين مصر واليابان. ليه هو تطور نوعي؟ لان هو استثمار في البشر، ودي نقطه حساسه جدا وحيويه جدا وبتميز العلاقه اللي ما بين مصر واليابان بعكس علاقاتنا الدوليه مع سائر الدول اللي نتعاون معاها. لازم جمهورنا الكريم يعرف ان علاقات بين مصر واليابان في الدوله الحديثه تمتد من سنه 1922 بمشاريع كتير جدا. اكيد ضيوفك الكرام والنهارده في التلفزيون شفنا عرض كبير لمشاريع اكثر من 38 مشروع بتعاون فيه دوله اليابان مع مصر. لكن النقله اللي حصلت سنه 2009 عند توقيع الاتفاقيه الثنائيه لانشاء هذه الجامعه بشراكه مش تعاون ما بين الدولتين كان نقلة نوعية بدون شك. حلو. المثال احنا ابتدينا في مرحلة الدراسات العليا في كلية الهندسة سنة 2010 زي ما حضرتك ذكرت. عاوز اقول رقم بسيط، النهاردة اول خريج في مرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه من كلية الهندسة كان سنة 2012. النهاردة بقى لنا 10 سنين قمنا بتخريج 490 طالب ماجستير ودكتوراه. 490 طالب دول معظمهم 90% منهم كانوا طلاب مصريين مبتعثين من الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد البحثية للحصول على الماجستير والدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية. في إطار هذه الدراسة بيستخدم المعدات المتقدمة اللي بتوفرها دولة اليابان في الجامعة بما يناهز $50 مليون من المعدات البحثية والتعليمية موجودة في معامل الجامعة، وبيقدر ان هو يسافر اليابان لمدة 6 إلى 9 أشهر خلال فترة الدراسة علشان يخوض تجربة السفر والتعامل مع اليابان والتبادل الثقافي وتنمية المهارات والقدرات والجدارات ورفع الوعي واكتساب الخبرات الأكاديمية، وبيرجع للحصول على الدرجة بتاعته وبيرجع جامعته أستاذ بيدرس لآلاف الطلاب. 450 خريج دول بيدرسوا كل سنة مرتاح ل 500 ألف طالب كل سنة. تخيل حضرتك بقى التفاعل المتسلسل ده وقد إيه تأثير مشروع واحد زي مشروع الجامعة المصرية اليابانية النهاردة تقدر تقول إن هو أثر على ملايين طلاب الهندسة في كل ربوع مصر. طيب وده أيوة. التطور النوعي اللي احنا بنتكلم عليه لأي مدى دكتور، يمكن أنا مهتم شوية أصلي بحكاية الجامعات في مصر والطلبة بتوعنا وما إلى ذلك، إلى أي مدى هؤلاء الأساتذة اللي تخرجوا بشهادات الماجستير والدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية يؤثروا في مستقبل الصناعة المصرية بشكل عام، يؤثروا في مستقبل الصناعات التطبيقية في مصر بشكل عام، يؤثروا إلى أي مدى في مستقبل البحث العلمي المتعلق بالتقنيات الهندسية والصناعية في مصر؟ اللي بيميز مرحلة البحث العلمي وحصل الماجستير والدكتوراه في الجامعة المصرية اليابانية هي تعاملها مع مشكلات متقدمة جدا كثيرا ما تكون مرتبطة بالصناعة وكثيرا ما تكون ممولة من الصناعة. فإحنا مثلا عندنا مشاريع ممولة من الصناعة أو من جهات البحث العلمي تقربوا عن 145 مليون جنيه مصري في النهار. عندنا 90 براءة اختراع قام بتسجيلها طلاب الدكتوراه او الماجستير والاساتذه المصريين والاساتذه اليابانيين اللي بيتعاونوا معاهم. براءة اختراع يعني علم اتحول الى ابتكار، والابتكار ده هو يتم تسويقه على اساس ان هو منتج ويبقى صناعه وطنيه باختراعنا وملكيه فكريه لينا ولبلدنا. طبعا ده تطور نوعي فيما يقدمه البحث العلمي لخدمة الصناعة ولخدمة الاقتصاد. ده بالإضافة إلى مئات الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية ذات معامل التأثير من الطبقة الأولى والطبقة الثانية وهكذا، ومئات الأبحاث المنشورة في مؤتمرات دولية من الدرجة.
حلو جدا 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 جدا. دكتور عمرو أنا أشكرك على المداخلة، وأشكرك الحقيقة وكل المجموعة المسؤولة عن الجامعة المصرية اليابانية على يعني أقول على هذه النجاحات. ربنا يوفقكم إن شاء الله لسه كمان في أكتر. كل الشكر للدكتور عمرو الطويل عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية. إذا معاد الفاصل ونرجع نكمل الكلام. كليوباترا أظن كلنا عارفين القصة بتاعت كليوباترا، الجدل الذي ثار ودار إلى آخره. وخليني أقول لك إنه إذا في حد هيتكلم على كليوباترا فمفترض أكيد السينما مش ملك وحكر لبلد أو لوطن، أو إنه عندما نتحدث في التاريخ مثلا الياباني باعتبار حاجة بنتكلم على اليابان فيجب أن يتحدث عنه اليابانيين فقط، أو التاريخ الصيني أو العراقي أو المصري أو يعني لا خالص الكل يتحدث. بس الحديث لما يحصل ما ظنش إن في حد يختلف على مبدأ ثابت وراسخ، هو التاريخ يا جماعة بحث علمي ما فيهوش هزار، لا يجب أن يزيف أو يزور أو يلفق. إيه كمان؟ في حاجة اسمها البحث الأنثروبولوجي، تاريخ الإنسان. فمثلا كليوباترا منين؟ دي كليوباترا البطلمية، أيوة دي من أحفاد بطلمس. مين بطلمس؟ بطلمس ده أحد قادة وأصدقاء الإسكندر المقدوني، الإسكندر الأكبر الشهير اللي أسس اسكندرية بتاعتنا. جميل جدا. يعني الناس دي جاية منين؟ جايين من الجزر اليونانية، من مسادونيا، مقدونيا. لونهم إيه؟ أبيض. أي حاجة غير كده ملهاش منطق، مش هقولك مش مقبولة، ما فيهاش منطق. هو بقى الكذب البواح، هو الاستعباط، سميها زي ما تسميها، هو الإصرار على تزييف ممكن، على إن إحنا عاوزين نرسخ صورة معينة في أذهان بشكل معين أو منهجي إلخ إلخ لحد ما أخلق تنميط لشكل ما أو لصورة ما. أنا بكلمك ده وأنا أظنه أسمر مصري قح مش أبيض، أنا شخص غير عنصري على الإطلاق على الإطلاق. طيب عندما أقوم بفيلم وثائقي أو بمسلسل وثائقي إلى آخره بعمل إيه؟ أتحرى الدقة، البحث العلمي فقط لا غير. طيب ألاقي، وبالمناسبة أنا سعيد جدا قوي خالص، المتحدة هتنتج كليوباترا عن طريق قناة الوثائقية بتاعتنا مصر إحنا. معايا على التليفون باعتباري رجل النهاردة جدا سعيد، معايا زميلي وصديقي العزيز شريف سعيد مخرجنا الرائع ورئيس قناة الوثائقية. ازيك يا شريف؟ كل سنة وانت طيب وحلوة منك. مساء الخيرات يا يوسف، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل المشاهدين طيبين، وكل سنة وانت وكل فريق العمل أصدقائي الأعزاء جدا طيبين. اللهم أمين. يعني هو طبعا ده جهد كل الرفاق والعصف الذهني لكل الرفاق والإدارات، إدارات المحتوى في القناة الوثائقية. زي ما أنت قلت في جزء ضخم دايما من تاريخنا، بما أن مصر طول عمرها لها قدر وليها قيمة وليها وزن في الإقليم وخارج الإقليم، فلن تعدم أبدا محاولات اختطاف التاريخ أو تشويهه لأسباب مختلفة، تسييس أو غيره، أو أسباب ذاتية عند أعراق أخرى أو 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 أو. بس أنا عجبتني كلمة لطيفة جدا أنت قلتها دلوقتي، الموضوع مش في اللون خالص. فزي ما أنت قلت الرد على أي عمل هنا أو هناك، بما أنك ما فيش في العصر اللي احنا فيه ده عصر مفتوح، مفيش إمكانية لا للاحتكار أو المنع أو 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 أو، فأنت كل أهم حاجة تعملها في معركة صناعة الوعي هو أن أنت تعمل شغلك مظبوط في هذه المعركة. وإحنا في قطاع الإنتاج الوثائقي والقناة الوثائقية
من ساعة البيان وبعدين إطلاق القناة في شهر فبراير اللي فات، كان من ضمن وإحنا اتكلمنا ده لو تفتكر في آخر مداخلة قلت لك إن إحنا عندنا في روافد عروضنا على شاشة القناة المستحوذ عليه بلس أو بالإضافة إلى إنتاج القطع الأصلية. طبعا الأفلام اللي بتتناول هذه النوعية دي أخاذة وساحرة ومثيرة لانتباه أي مشاهد في مصر والعالم العربي وخارج العالم العربي كمان. العالم قطاعات جماهيرية عريضة جدا متيمة بمشاهدة كل ما هو عن المصريات. مثلا النهاردة في قناة الوثائقية ابتدينا عرض السلسلة الوثائقية جذور مصر القديمة اللي بيقدمها عالم المصريات الشهير دكتور زاهي حواس. دي عرضها ابتدى النهاردة، دي سلسلة ممتدة على شاشة القناة شوية كويسين، دي مستحوذ عليها من بيت إنتاج له اعتباره في الصناعة الوثائقية. جوار الاستحواذ عليك قطاع للإنتاج الوثائقي وقناة وثائقية إنتاج قطعك الأصلية في هذا الحقل. حلو. ده بياخد، وأنت من هذا المربع الإعلامي وتدرك جيدا إن ده بيحتاج وقت. طبعا. خصوصا لو بتتكلم في الإيجيبتولوجي. طبعا. ده إذا كانت الموضوعات اللي في تاريخنا الحديث والمعاصر بتاخد شهور من أجل الظهور للنور. فما بالك لو إحنا رايحين لمساحة زي دي، خصوصا أنها مساحة غير مطروقة كصناعة في الإعلام المصري والعربي. صحيح. فإحنا بنتحسس خطانا جيدا وإحنا بنقدم على هذه الخطوة الأولى في جلسات منعقدة بقالها فترة وتكوين لجان استشارية في التاريخ والأثار والأنثروبولوجي، لأن أنت مش بتتكلم عن واقعة أو عن شخصية أو 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 في تاريخ معاصر أو حديث. إحنا مثلا الواقعة دي على فكرة موضوع كليوباترا هي موضوع من ضمن موضوعات أخرى في المصريات إحنا شغالين عليها، ليست الموضوع الوحيد. وإن الواقع الاشتباكي الحالية فرض علينا الإفصاح عنها دلوقتي. صحيح، وده منطقي طبعا، لأن أنت في النهاية كأداة من أدوات القوى الناعمة لا تحلق في فضاء سرمدي. أنت أحيانا تكون فعلا وأحيانا تكون رد فعلا، أنت في واقع اشتباكي مستمر. ما احنا يمكن انا وانت نوعى وعيالنا ما توعاش على فيلم، واظنه كان انتاج الخمسينيات او الستينيات، عن سيدنا موسى موزس. طبعا. والفيلم الحقيقه مليان كوارث تاريخيه. كوارث. فاكر كنا بنتفرج عليها على شرايط بي اتش اس. بس كده. ايوه. فكان مليان كوارث. طبعا. ولما نيجي نتفرج على اي انتاج غربي للاسف الشديد يتناول هذه الحضاره العظيمه بتاعتنا ملكنا اللي احنا بنيناها او اجدادنا القدماء بنوها هم لا يتناولوها على الاطلاق باي شكل من اشكال المهنيه. شويه الاقي ناس ما بنتش الهرم بيبنوه، وشويه الاقي ناس ما حكمتش مصر بتحكمها، وشويه الاقي تخريف حتى في الحقب الزمنيه نفسها. فالمساله ان الواحد تعب، عشان كده انتوا فعلا عندكم مسؤوليه تقع على عاتق قناه الوثائقيه وعلى عاتق قطاع الوثائقي في المتحده مهوله، علشان العالم يشوف تاريخ مصر بايدين المصريين. ان الاوان نبدا بكليوباترا. انت فتحت نقطه خطيره جدا يا يوسف، انت برضو لما استشهدت بالجيل بتاعي وبتاعك، الجيل ده في النهاية كان بيتفرج على القناة الأولى العظيمة اللي انت طالع من خلالها دي دلوقتي. أيوة. تحياتي لكل العاملين فيها، والقناة الثانية، ويدوبك القناة الثالثة دخلت سنة 85-86. كنا كلنا بنتلقى ذات المحتوى المعرفي الواحد. صح. في الرياضة أو السياسة أو المنوعات كلنا بنتفرج على مسلسل 7.5، كلنا بنتفرج على اخترنا لك يوم الأربع ونادي السينما يوم السبت. أيوة. وأوسكار يوم الخميس وتاكسي السهرة وجديد في جديد بيبدل اتنين واتنين والعالم يغني.
والعالم يغني. أيوة. واليوم المفتوح كلنا طبعا كنا بنتلقى ذات المعرفة. صح. دلوقتي لو دخلت على الأسرة الواحدة لو قلنا في حدها الأدنى مثلا 4 أفراد أو 5 أفراد ودخلت عليهم دلوقتي وشفت كل واحد بيعمل ايه، هتلاقي واحدة على التيك توك، واحد على اليوتيوب، واحد على الفيسبوك، واحد بيتفرج على مباراة وهكذا. للأسف. كلنا طلقاء في فضاء مفتوح. صح. وكأن أطفالنا أو شبابنا أو مراهقنا واقفين في الطل. فمن هنا صعوبة المعركة الحالية. وجيل قرايته عزيزة. جهدك لصناعة الوعي. وجيل قرايته عزيزة يا شريف، يعني احنا كنا بنقرأ أو الجيل بتاعنا، الجيل ده شبه ما بيقراش، بيعتمد على ثقافة المشاهدة أيا كانت بقى. فقرايته عزيزة، وبالتالي قدرته على أنه ياخد معلومة بجد مش من ويكيبيديا ولا من فيلم وثائقي موجود على بلاتفورم. وكل سنة وإحنا طيبين. هي دي الخطورة. أنا يعني ما بالك لو في وقائع حصلت وإحنا كنا جزء منها وعصرناها وشهدنا عليها بعيوننا من 10 سنين و12 سنة والأغيار وأهل الشر لا يكفون عن تشويهها ومحاولة اختطافها من اللي كانوا في التوقيت ده سنهم 5 و10 سنين، فما بالك بوقائع صح مر عليها ما يزيد عن 2000 عام. أنا عايز أشكرك جدا يا شريف، وأشكر كل فريق الوثائقية، وبجد من قلبي والله العظيم أشكر المتحدة جدا على الخطوة دي. إحنا مبارح يا سادة قاعدين في المكتب وإحنا بنتكلم عن الحلقة، طبيعي اتكلمنا على موضوع كليوباترا وما إلى ذلك، وكنا كلنا نقول يا جماعة إحنا لازم يبقى في عندنا رد عن طريق القوى الناعمة المصرية. عارفين كأنه سبحان الله العظيم والله باب السماء مفتوح. نصحى النهاردة على أنه المتحدة قناة الوثائقية هتعمل عمل كبير على كليوباترا. اللي قاله شريف مهم جدا، قال يا جماعة ده احنا لو بنعمل حاجة على تاريخ قريب بنقعد نشتغل عليها شهور بحث وتدقيق في كل حرف بيتكتب في السكريبت، فما بالك بأن أنا هتكلم على تاريخي القديم وحاجة مر عليها تقريبا 2000 سنة، وبتكلم على واحدة من أشهر من حكمنا مصر قبل الميلاد. الله، لا ده انا هاخد وقتي واخد وقتي بالقوي. بالمناسبه ويمكن حتى كنا في مناقشه النهارده انا وزميلي العزيز مخرجنا الرائع نديم، كنا بنتكلم على انه احنا عندنا كوادر في مصر بيشتغلوا وثائقي من سنين السنين. ازيدك من الشعر بيت؟ لا، ده الكوادر بتاعتنا اشتغلت وثائقي مع أشهر وأكبر قنوات إنتاج وثائقي وتاريخي في الدنيا. والله العظيم أنا بتكلم جد مش هزار. عندنا مصريين مش هأسمي أسماء لأنه عشرات من الأسماء اشتغلوا في الكتابة وفي الإخراج وفي التصوير اللي لأتخن قنوات في الدنيا، ومش هسمي طبعا القنوات وإلا هنعلن لهم. عندنا الوثائقية بتاعتنا مهم، فاحنا نقدر ونقدر بالقوي كمان. احنا ناخد وقتنا في الفحص والدرس والبحث والتدقيق، وهنطلع بإذن الله عمل ما يخرش المية. حلو؟ طيب انتظروا كليوباترا على قناة الوثائقية. امتى؟ صدقني معرفش، ولسه الشغل بادئ. خدنا القرار الحمد لله، الشغل بقى هياخد وقته. لازم الحاجة هتطلع مظبوط، طالعة من الوثائقية بتاعتنا، ملكة بتاعتنا، تاريخنا، صناعتنا إلى آخره. احنا مش ضد انه الامريكان الانجليز ايا كان يشتغل على اعمل افلام واعمل مسلسلات زي ما انت عايز على تاريخ، بالعكس ده انا هبقى مبسوط، اهلا وسهلا، بس اعمله صح، اعمله بذمة، اعمله بضمير، بس كده. طيب عاوز تشوف العقول المصرية واصلة لحد فين؟ لا، العقل والأفكار المصرية وذكاء المصريين لا يتوقف، ده طبيعي يعني. تعال نتكلم شوية على إزاي ولادنا الصغيرين المصريين بدأوا في تصنيع تقدر تقول كده بروتوتايب، نموذج أولي لتابلت مدرسي بإيدين،
طلبة مصريين في تانية وتالتة ثانوي في مدرسة الهيئة العربية للتصنيع. طب ازاي الكلام ده؟ أقولك، تعال نفهم من مهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا فندم. يعني كنا زمان نستخدم كده مصطلح طبعا أولاد اليومين دول ما يعرفوش، إيه الفتوح ده كله؟ احنا ولادنا في المدرسه بتاعت الهيئه عاملين نموذج بروتوتايب لتابلت. ده جزء من اللي الاولاد عاملينه. لكن اسمح لي في الاول اشكر حضرتك واشكر البرنامج. لا يا فندم، ازاي تخترقوا هذا المجال وهو تطوير التعليم الفني والاهتمام ببناء كوادر فنيه عشان نغير فكره التعليم الفني. ده احنا لو ما عملناش كده نبقى احنا مقصرين جدا جدا جدا. وبالتالي الهيئة كمنظومة صناعية كبيرة والظهير الصناعي للدولة، احنا ابتدينا نشتغل على الموضوع ده من 3 سنين. حلو. ابتدينا لما نختار الطلاب خريج الإعدادية نختار الطلاب المتفوقين. احنا مدرسة الهيئة بتاخد أقل عدد طلاب وأعلى درجة في التخرج، يمكن أعلى من اللي بيخشوا ثانوي عام، درجات من 240 ل 80. فبالتالي دي سياسة واستراتيجية حطتها إدارة الهيئة عشان ازاي نخترق سوق العمالة الفنية وازاي نقدر نتطور بأدائها عشان نوصل للحضرتك المستوى اللي الولاد النهاردة بينوه في معرض. حلو الحقيقة. عشان برضو انا هدخل على موضوع الجزء اللي الولاد عملوه الابتكارات بتاعتهم، لكن في البداية لازم اقول ان الموضوع ده مش مطلعش كده يعني بصورة عفوية، ولكن طلع بناء تخطيط ابتدى من فترة. ابتدينا نحط ازاي نبتدي نتعامل مع موضوع التعليم الفني، ازاي نختار ولادنا، ازاي نحطهم في التعليم صح، ازاي نبني شخصيتهم. القصه مش بس حضرتك ان احنا ازاي نخليهم مبتكرين وشاطرين، لا 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 لا، احنا كمان بنبني شخصيه الولد، ازاي بنديله موضوعات خاصه بيه بناء الشخصيه، وبنسميها اللي بنسميها يعني ازاي تحط فيه الولاء والانتماء وتحط فيه مجموعة من الآليات اللي بتبني شخصيته عشان يبقى الطالب اللي انت حضرتك هتشوفه ده وشايفهم بيشتغلوا. احنا ابتدينا من 3 سنين، احنا كل الطلبة اللي عندنا في الثلاث سنين 87 طالب. يعني احنا بنختار في السنة تقريبا 20-25 طالب. بنبتدي نشتغل بندور على الصناعات اللي احنا شايفين ان المستقبل هيكون ليها، صناعات الالكترونية والتحكم الآلي، ثم ازاي نشتغل على الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء اللي هم الولاد اللي داخلين السنه دي. اما نبتدي نحط هذا الفكر وهذه الاستراتيجيه كاداره هيئه، هدفنا الرئيسي ان احنا ازاي نبني لينا كهيئه ولاولادنا في الدوله. الولاد اللي حضرتك يمكن تطرقت وقلت لي انهم عملوا التابلت، الولاد دي بتشتغل حاجه اسمها عندنا بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، واحنا على تواصل وهم اللي بيديروا معانا المنظومة التعليمية ده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيديروا معانا بالآليات اللي احنا متفقين عليها مع بعض. هذه الآليات بتعتمد في المقام الأول على التدريب العملي للطلاب، في جزء بيبدو نظري عندنا داخل المدرسة بتاعت الهيئة، أما الجزء العملي فبيبقى على المصنع. الولد بيبتدي من أول سنة بعد ما بيخلص الست شهور الأولين تدريبه جوه المعامل عندنا في المدرسة، بيبتدي يروح للمصنع عشان يقف جنب فن شغال ويبتدي يقرأ ازاي الرسم ويبتدي يشوف ازاي بيبتدي يحط المكونات. طب ده بنى ايه عند الولد؟ بنى انه يكون عنده فكر خلاق. الفكر الخلاق اللي عند الولاد اللي موجودين هو لو حضرتك 87 طالب ما يخوش عن بعض، يمكن اللي موجودين في المعرض 7، لكن 87 هم بيمثلوا مجموعة فكر جديد، مجموعة شباب عنده طاقة قادر انه يحط فكر. موضوع التابلت ده جزء من الابتكارات اللي الولاد حاطينها، الولاد حاطين ابتكارات كتيرة جدا جدا، منها المنزل الذكي وازاي انهم يعملوا سيارة تشتغل بالموبايل، حاجات مجموعة من الابتكارات هم اللي فكروا فيها. طب احنا دورنا ايه؟ احنا دورنا ازاي نستثمر هذه الاولاد؟ ازاي نصرف عليهم صح؟ ازاي نحطهم على التراك وعلى الطريق الصحيح؟ وبالتالي ظهرت الصورة اللي النهارده في المعرض اللي طلاب منهم هيروحوا مسابقة دولية في الابتكارات.
جميل 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 جميل. المدرسه يا فندم يعني ايه معايير الالتحاق بيها؟ يعني مثلا حضرتك قلت لي انه الحد الادنى للالتحاق 240 من 280، فانا باخد ناس متفوقه اصلا في الثانويه العامه، اصلا متفوقه في الاعداديه. الجزء الثاني يعمل لهم اختبار في اللغه الانجليزيه، اختبار في اللغه العربيه، اختبار في الحاسب الالي، ومقابله شخصيه. احنا بنختار، بنبتدي نقعد مع الولد ومع اسرته عشان ننتقي اللي احنا عايزين نبني بيه ونغير بيه فكره التعليم الفني. حلو جدا. مصاريفها غاليه المدرسه يا فندم؟ احنا بندفع لهم فلوس يا فندم. الولد بياخد مرتب شهري بيصل ل 500 جنيه في الشهر. وما بيدفعش مصاريف خالص؟ لا يا فندم، احنا متحملين حتى لبسه وليه وجبه واكل ومواصلاته. البلطو اللي حضرتك شايفه لابسينه ده احنا اللي جايبينه. طيب معلش اعذرني، لو افترضنا انه في طالب من المقبولين جاي من محافظه مثلا في الصعيد بعيده حبتين. لا، احنا اختياراتنا بتكون في نطاق، ممكن تبقى القاهره الكبرى، وبصفه خاصه بيبقوا قريبين اكتر من منطقه المدرسه اللي هي مصر الجديده. يعني احنا تبع تعليم النظم، لان احنا زي ما قلت لحضرتك بنتبع وزاره المدرسه، بتتبع وزاره التربيه والتعليم. يعني الطالب بيتخرج بشهاده من وزارة التربية والتعليم. عظيم جدا. إذا أنا هيبقى لي رجاء لما إن شاء الله، يعني يا رب يا رب، عايزين كده يبقى في عندنا فرع لنفس ذات المدرسة بتاعت الهيئة العربية للتصنيع وبإشراف طبعا الوزارة هناك بقى في الصعيد، علشان ما نحرمش ولادنا اللي هناك من مدرسة متميزة زي دي. إحنا خلينا أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. قول لي. الهيئة بتعمل ده، الهيئة ليها دور مجتمعي بالمناسبة، يعني مش مجرد بتعمله عشان هي عايزه تعمله، لا، احنا بنعمله، ده دورنا المجتمعي. اداره الهيئه بتهتم جدا ازاي تدريب طلاب الكليات الهندسه، بتتم عندنا جميع الكليات الهندسه على مستوى مصر، سواء داخل القاهره او الاقاليم، بييجوا يتدربوا عندنا داخل اكاديميه الهيئه. الاكاديميه بتشتغل على فكر التصنيع الذكي، التكنولوجيات الجديده اللي هي لازم الولد الطالب وهو جوه الكليه يحط ايده ويشوفها ويتعامل معاها بصوره مرئيه بايده، ما مش مجرد ان بنديله التطبيق النظري. اذا الدور المجتمعي للهيئه بعتقد في الوقت الحالي، الحمد لله اداره الهيئه مهتميه بيه جدا وبتصرف عليه. يعني احنا ده استثمار في ولادنا. طبعا طبعا، مما لا شك فيه. انا اشكركم على هذا الجهد حقيقي، يعني شكرا جدا ليك باشمهندس اشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشريه بالهيئه العربيه للتصنيع. ادي المصريين يا جماعه، الولاد في ثانوي في مصر خلال سنوات قليله بيعملوا بروتوتايب بتاع تابلت يتم استخدامه في المدارس فيما بعد ذلك، يخشوا مسابقات دوليه الى اخره. بتكلم على مدرسه عمرها تقريبا 3 سنين. ايه ده؟ تيجي تقول لي اصل مش مصر مليانه موارد هنا وهو الاهم. طيب 3 سنين شاطئ النخيل كان مقفول، وهو الشاطئ الاكثر رواجا زي ما بتقال في اسكندريه، الا انه تم فتح شاطئ النخيل مره تانية. يا دي الهنا يا دي النور. طيب يتم افتتاح شاطئ النخيل في اي ثوب وباي شكل؟ يعني حدوته لازم تتحكي. خلونا اخد معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور محمد عبد الرازق، رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالاسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا معاليك، ازاي سعادتك فندم، وكل سنه ومعاليك طيب، ومشاهدين حضرتك الكرام طيبين يا فندم. وحضرتك بالصحه والسلامه. انا اخر مره وانا راجع من اسكندريه كان البحر عالي وامواج وهو، وايه اللي بيحصل في التقلبات المناخيه ده؟ ده الحكايه بقت صعبه قوي. اسكندريه طبعا عروس في البحر الابيض المتوسط زي ما كلنا عارفين، ولكن شانها شان اي محافظه ساحليه. يعني التقلبات الجويه والتغيرات المناخيه بتعصف بالاحلام المواطنين في ايام سواء الشتاء او في ايام الصيف. لا بس اسكندريه تفضل حلوه برضو. اكيد وفي زي اسكندريه شاطئ النخيل اخباره ايه؟ يفتتح فعلا؟ بالفعل تم اعاده افتتاح الشاطئ مره تانية يوم وقفه العيد الفطر المبارك، وبعد طبعا ما اتقفل لمده 3 سنوات متتاليه
نتيجة الأحداث اللي حصلت في الشاطئ دوت. وطبعا كان من أولويات واهتمامات السيد اللواء محمد شريف محافظ اسكندرية إن ضمان كامل الأمان لرواد الشاطئ. طبعا دي كانت رقم واحد بالنسبة للسيد المحافظ، إن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم عشرة ورقم 15 تأمين رواد الشاطئ، تأمين المصطفين، الحفاظ على حياتهم، والتأكيد على عدم فتح الشاطئ للنزول والاستحمام إلا بعد وضع خطة كاملة لأمن وسلامة رواد الشاطئ. وده تم بعد عدة اجتماعات رأسها السيد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي، اللي بتوجه له بجزيل الشكر على تعبه في ان هو يضع خطة تأمين هذا الشاطئ للحفاظ على حياة المواطنين ومرتادي هذا الشاطئ. حلو جدا. وهل تم يعني تطوير الشاطئ وتجهيزه كمان استعدادا لفصل الصيف ان شاء الله؟ بالفعل يوسف بيه، هو فعلا تم تجهيز الشاطئ، ووضع محافظة اسكندرية وضعت عدة اشتراطات والتزامات أصرت على أن مستأجر الشاطئ والمستثمر الشاطئ يجب عليه تنفيذها وتوافر تلك الاشتراطات حتى يسمح للمواطنين ورواد الشاطئ بالنزول إلى المياه. الاشتراطات دي كان من أهمها أن احنا المستأجر هيوفر عدد 30 فرد إنقاذ. كل اللي هقوله لحضرتك ده ضمن خطة التأمين اللي وضعها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بصفته جهة رسمية حكومية فنية بتشرف على هذا العمل. حلو. 30 فرد إنقاذ في على مستوى طول الشاطئ، 30 فرد الإنقاذ دول مؤهلين حاصلين على دورات تدريبية، معاهم رخصة منقذ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. عظيم. طبقا للاشتراطات الفنية المعتمدة، موزعين ما بين 10 أبراج مراقبة وآخرين مترجلين على الشاطئ تحت، وآخرين موجودين على متمركزين على الحواجز لمصدات الأمواج داخل البحر. حلو قوي. 30 فرد إنقاذ. جميل. تاني حاجة، إلزام المستثمر بتوفير عدد 4 جيت سكي، دول متواجدين بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ، يعني ذهابا وإيابا لا قدر الله حدوث أي مكروه أو حدوث أي مشكلة لأفراد متواجدين داخل المياه. فطبعا الجيت سكي انت عارف حرك سرعته، هيقدر يصل للشخص بسرعة كبيرة، وهيساعد بصورة كبيرة على إنقاذ الأفراد في حالة لا قدر الله حصل إن حصل حالة غرق أو في أي حاجة. يعني عندنا 30 فرد إنقاذ موزعين زي ما قلت لحضرتك، عندنا 4 جيت سكي متواجدين داخل المياه، التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهولة التعرف عليهم، بحيث ان اي فرد من المواطنين اللي موجودين على الشاطئ هيبقى سهل بالنسبة له ان هو يعرف فرد الانقاذ ويستعين به في حالة لا قدر الله حصل اي مشكلة. عظيم جدا. كمان توفير ادوات انقاذ زي العوامات وزي اللايف جاكيت، الحاجات دي طبعا بتساعد بصوره كبيره على اداء المنقذ لمهمات عمله، وهتساعد كمان في ان يحصل حاله انقاذ لا قدر الله لحصل غريق بصوره اسرع وتامن حياه المواطنين. وهي دي النقطه الاهم اللي كان شدد عليها
السيد اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه. ممتاز 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 يا دكتور، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه على الاطلاق، وربنا دايما يسلم الجميع. اهم حاجه عندنا انه طالما خطه التامين اتوضعت، المستثمر كمان يلتزم بهذه الخطه، ويمكن هيبقى يعني دور الكل انه يتاكدوا من انه المستثمر ملتزم بهذه الخطه. كل الشكر ليك يا دكتور محمد. دكتور محمد عبد الرازق، رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالأسكندرية. كل سنة طيبين. الصيف داخل داخل لا محالة، تقول لي متغيرات مناخية مش مناخية، لا محالة يعني احنا هيبقى في عندنا بي واتش في الشاطئ النخيل، بي واتش بكل حاجة كل حاجة، يعني الأدوات طبعا، جتات، زي عوامات، الحاجات دي هتبقى ظريفة جدا. على كل، خلوني هروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل. زي ما كنت بتكلم حتى مع زميلي العزيز مصطفى ميزار، كنا بنتكلم على انه عندنا النهاردة مناقشة حول الحوار الوطني، وتحديدا عن سبل النهوض بالزراعة وتحقيق الامن الغذائي في الجمهورية الجديدة. ضفنا العزيز سيادة النائب اللواء هشام صلاح الحصري، مقرر لجنة الزراعة والامن الغذائي بالحوار الوطني. استنونا. اهلا بحضراتكم جدا قوي خالص. قلنا هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على لجنه الزراعه في الحوار الوطني. معانا داخل الاستوديو منورنا ومشرفنا سياده النائب اللواء هشام الحصري، مقرر لجنه الزراعه والامن الغذائي بالحوار الوطني. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازي الصحة المشاهدين؟ بخير الحمد لله. طيب انا يمكن فكره جايه على بالي، احنا بالفعل الحقيقه خلال الكام سنه اللي فاتوا عملنا مش إنجازات، إحنا حققنا أحلام ما كانتش في خيالنا فيما يتعلق بتوسيع الرقعة الزراعية، بذور وتقاوي وحاجات بدأنا نشتغل عليها هنا في مصر، عملنا ما نطلق عليه دائما التقاوي المعتمد، يعني عملنا تطور حقيقي، عملنا محطات رفع معالجة، كل حاجة علشان أقدر أوصل للي أنا واصل له النهاردة على المستوى الزراعي. فاللي جاي في بالي، طيب في لجنة الزراعة هنقول إيه؟ أو هنتكلم في الإيه؟ أو هنتناقش في إيه بعد كل ما فعل مش ما قيل؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أنا سعيد جدا بوجودي في هذه المنصة الإعلامية الفاعلة الحقيقة. فيما يتعلق بالحوار الوطني، طبعا الحوار الوطني هو بداية إطلاقه كانت في 26 إبريل 22، لما السيد الرئيس وجه لإجراء حوار وطني من أجل إجراء حوار مع كل الأطياف السياسية وكل فئات المجتمع، وصولا إلى إيجاد حلول تتماشى مع استراتيجية، يعني هنقول فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة أو الدولة الجديدة، الجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة بالفعل. فالحوار طبعا تم إطلاقه، وتم تشكيل مجلس الأمناء، وتم التواصل بعد حوارات متعددة في مجلس الأمناء أن يبقى فيه ثلاث محاور رئيسية للحوار الوطني: المحور السياسي، وده تحتي خمس لجان، المحور الاقتصادي تحتي ثمان لجان، المحور المجتمعي تحتي ست لجان. الحقيقة عقدنا بعض الحوارات المبدئية بحيث ان احنا يعني نبدأ نشوف الاسماء اللي يعني سجلت في الحوار الوطني، وان شاء الله هيطلق او جلسة بداية الحوار داخل اللجان هتكون 3/5 القادم ان شاء الله، يوم الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقة احنا في ما يتعلق بملف الزراعة، الدولة بتولي هذا الموضوع عناية كبيرة جدا نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة اللي احنا بنشهدها في مصر. احنا عدد سكاننا وصل لقرابة 110 مليون تقريبا، وبالتالي ده بيحتم على الدولة ان هي تتوسع في المساحات الرقعة الزراعية، سواء توسع افقي او توسع رأسي بزيادة وحدة الانتاجية من وحدة الارض ووحدة المياه. السيد الرئيس يمكن تنبه لهذا الموضوع مبكرا. لو رجعنا البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس في 2014، كان من ضمن البرنامج الانتخابي إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية. صحيح. نكاد نجزم حاليا أن تم إضافة هذه المساحة بل أكثر منها. يعني لو رجعنا مع بعض كده، بداية الموضوع كان شركة الريف المصري 1.5 مليون فدان،
يلي مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، يلي 500,000 فدان في سيناء على محطات المعالجة اللي أقيمت في منطقة المحسمة ومنطقة القنال، يليها إعادة إحياء مشروع توشكا فيما يعني يزيد عن 1 مليون فدان. وبالتالي تقريبا احنا يعني وصلنا للمستهدف، بل بالعكس الدولة طامحة لزيادة أكبر. هنشوف اللي بيحصل من تطور في مناطق الوادي الجديد. احنا يمكن كنا في زيارة للجنة الزراعة بصفتي بقى كمان رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب. الحقيقة الوادي الجديد مساحتها 44% من مساحة مصر، وبالتالي هي يعني مرشحة تكون سلة الغذاء في المرحلة القادمة. في شغل اتعمل على أرض الواقع، في مناطق بالكامل تم زراعتها بالكامل زي منطقة العوينات، في منطقة يعني مناطق تانية بدأت تخش زي منطقة أبو منقار، زي منطقة الواحات. كل المناطق دي النهاردة بدأنا ناخد منها إنتاج حقيقي. الحقيقة يعني يمكن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مدى قوة قطاع الزراعة في كل دول العالم، وبقى الملف ده على أولوية اهتمامات كل الدول وليست مصر فقط. صحيح. الحل حضرتك النهاردة في اقتصاديات صلبة اللي هي الزراعة والصناعة، في اقتصاديات هشة اللي هي ممكن تتعرض بأي ظروف بسيطة زي السياحة، لو حصل لا قدر الله أي حادث بسيط بتلاقي الموضوع يكاد يتوقف مع استثمارات كبيرة جدا. الدولة الحقيقة عقدت العزم على أنها تزيد من مساحة الرقعة الزراعية، وفي نفس الوقت تبدأ تعمل توسعات رأسية عن طريق استنباط أصناف جديدة من التعاوي. يعني حضرتك شفت برضو خطة الدولة في موضوع معالجة المياه، لأن طبعا احنا حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من سنة 59. عدد سكاننا في هذا التوقيت كان حوالي 20 مليون، احنا النهاردة تجاوزنا 100 مليون. احتياجاتنا من المياه تقريبا وصلت لحوالي 80 مليار، وبالتالي بقى لزمن علينا ان احنا نعيد استخدام المياه. من هنا جت فكرة إنشاء محطات عملاقة لمعالجة المياه، وده بدأ يمكن الأول في منطقة القنال. تم إنشاء محطات عملاقة في منطقة المحسمة وفي منطقة بحر البقر. هذه المحطات ستقوم بنقل المياه إلى سيناء من أجل استصلاح 500,000 فدان كانت عمل لهم بنية أساسية من فترة يعني. بالإضافة لمحطة المعالجة العملاقة اللي تعمل في غرب الدلتا اللي هيتم زراعة 2.2 مليون فدان اللي هي الدلتا الجديدة. حقيقة احنا دورنا في لجنة الزراعة في الحوار الوطني ان احنا نوجد حلول لكل المشكلات اللي بتواجه قطاع الزراعة، ونفتح حوار مجتمعي من اجل ايجاد افكار جديدة لهذه الحلول. على سبيل المثال مثلا احنا عندنا مشاكل بتواجه المزارع في توفير مستلزمات الانتاج، عندنا مشاكل بتواجه المزارع في توفير يعني الميكان، في توفير كل ما يستلزم عملية الانتاج. الجزء الثاني برضو يمكن سعادتك اشرت عليه في المقدمة، وهو ان احنا النهاردة ما فيش قدامنا حل غير ان احنا نبدأ نستنبط اصناف جديدة تزيد لي الانتاجية، وفي نفس الوقت تكون مقاومة للملوحة في بعض الاراضي اللي فيها ملوحة، تكون يعني متحملة للدرجات الحرارة العالية نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة. فاحنا بنسعى بداية الى ان احنا نشوف المشاكل اللي بتواجه الفلاح عشان نقدر نوفر له كل المستلزمات بتاعته. دي جزئية. الجزئية الثانية وهو التعاونات الزراعية. التعاونات الزراعية الحقيقة يعني دورها تقلص بصورة كبيرة. احنا خلال زيارتنا لكل دول العالم بنشوف ان التعاونات الزراعية القاطرة اللي بتجر عجلة الزراعة. على سبيل المثال مثلا يعني هنقول مجموعة من الدول الأوروبية، وفي بعض الدول العربية زي المغرب ممكن تكون سبقتنا في القطاع ده، في تفعيل جيد جدا للتعاونات الزراعية بحيث ان هي تقوم بحل كل المشكلات اللي بتواجه الفلاح من اجل ان يقوم الفلاح بالتركيز في العمليات الزراعية. حلو. بحيث ان هو يزود انتاجيته، يحسن مواصفات المنتج بتاعه، لان انا عندي مستهدفين. انا عندي مستهدف الاستهلاك الداخلي، وعندي مستهدف كمان زيادة الصادرات الزراعية من اجل جلب العملة الصعبة. والحمد لله يمكن الملف ده اخذنا فيه خطوات كبيرة، ويمكن السنة اللي فاتت أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع حجم الحصيلات الزراعية ووصل ل 6.5 مليون طن، بما يوازي 3.3 مليار دولار. ده الصادرات الفريش، بالإضافة للصادرات اللي هي
موجودة في الصناعات الغذائية تقريبا نفس الرقم، وبالتالي الزراعة بتضخ دلوقتي في الاقتصاد القومي ما يوازي 7 مليار دولار صادرات زراعية سواء فريش أو مصنع. احنا النهاردة يعني مع الحكومة في موضوعين بنشتغل فيهم، موضوع تعديل قانون الزراعة، لأن قانون الزراعة ده اللي هو 53 لسنة 66 صدر من أكتر من حاجة و50 سنة، وبالتالي في متغيرات كتير جدا لابد أن يتم تحديث القانون بما يتوافق مع هذه المتغيرات. الجزئية الثانية برضو بنعقف حاليا بالتعاون مع الحكومة أن احنا نعدل قانون التعاونات الزراعية، بحيث أن أنا أرجع لأن الجمعية الزراعية تبقى بيت الفلاح، الفلاح يروح الجمعية الزراعية يلاقي كل المستلزمات بتاعته من بذور، من أسمدة، من مبيدات، من توفير الميكنة الزراعية، وفي النهاية تسويق المنتج بتاعه. حلو جدا جدا جدا. وبالتالي أبقى أنا فرغت المزارع للعملية الزراعية نفسها اللي تتركز في تحسين العملية الزراعية بحيث أن أنا أوصل لأعلى إنتاجية والأفضل مواصفات. طيب أنا هستأذن فندم إن احنا هنروح لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل على مسألة الرؤى المختلفة اللي ممكن تبقى مطروحة على مائدة الحوار الوطني وتحديدا في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، واللي هي مش بس متعلقة بالزراعة نفسها، ولكن كمان احنا عندنا نواحي الأمن الغذائي المختلفة، توفير الأنواع المختلفة من البروتين الحيواني سواء إذا كان أسماك، دواجن، لحوم وما إلى ذلك. هنعمل إيه خصوصا إنه زي ما حضرتك قلت كده أزمة بتاعت الحرب أبرزت أنه العالم يعاني من أزمة غذاء، بسبب الحرب تكشفت هذه الأزمة. الطروحات اللي موجودة إيه والتصورات، وأنا زي ما حضرتك أشرت الحظ الجيد أنه رئيس اللجنة في البرلمان ورئيس ومقرر اللجنة في الحوار الوطني، فإحنا كده إيه عندنا كل ما هو متعلق بهذه المسألة. استنونا بعد الفاصل نعود مرة تانية مع سيادة اللواء هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري. استنونا. كل الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب باللواء هشام الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري. الأمن الغذائي له العديد من الأوجه، الزراعة جزء منها، وأيضا الاستثمار زي ما بيتقال الداجني والحيواني والسمكي وما إلى ذلك هو جزء من أو جزء أصيل من عمل هذه اللجنة في الحوار الوطني. ويمكن مسألة الدواجن ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها واللحوم وما إلى ذلك حصلت حواليها ضجة كبيرة، ومفهوم طبعا بالتأكيد أنه الناس من حقها أنها تقول يا جماعة الأسعار عمالة بتزيد. إحنا يمكن أو بالأدق إيه شكل الطرح اللي ممكن يكون حتى الآن مقدم على مائدة الحوار الوطني لإيجاد حلول حقيقية تطبق مش مجرد حالمة علشان نحل هذه الأزمات؟ أنا هستأذن حضرتك، إحنا طبعا مشكلتنا كانت في إن إحنا بنستورد حوالي 90% من مستلزماتنا من الأعلاف من خارج مصر. وبالتالي لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية كانوا دول أكبر دولتين إحنا بنستورد منهم ذرة وفول صويا اللي هي تعتبر المستلزمات الأساسية في صناعة الأعلاف. وبالتالي حصل تجاوز في الأسعار، التجاوز ده مع انخفاض قيمة العملة بتاعتنا وصل سعر الذرة وفول الصويا الأرقام قد تكون فلكية. لكن أنا برجع أقول رب ضرة نافعة، وقد تكون المحنة في بعض الأوقات منحة. النهاردة اللي أنا شايفه أن بعد ما الدولة بدأت تعيد أو تغير تفكيرها تاني وتطبق قانون الزراعات التعاقدية وتدي أسعار مناسبة وجيدة جدا للمزارع المصري في محاصيل الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية، أنا بقول لحضرتك السنة دي على الأقل، إحنا النهاردة السنة اللي فاتت مثلا أخذنا حوالي 4 مليون طن قمح، السنة دي أنا بتوقع أن هذه الكمية قد تتجاوز 5 مليون، ولو فضلنا على نفس الوضع السنة الجاية مساحة القمح هيتم مضاعفتها. ليه؟ النهاردة حضرتك كان المزارع النهاردة بيزرع الأرض بتاعته، بيجي يطلع المحصول، محصول زي الذرة كانت الناس كلها بتبعد عن زراعته لأنه كان بيحقق خسارة مع الفلاح. النهاردة الذرة الصفراء أنا عايز أقول لحضرتك الدولة حددت لها سعر ضمان قبل الزراعة بفترة كافية، وقالت إن السعر ده ماهوش السعر القطعي، السعر ده سعر ضمان بحيث لو الأسعار العالمية نزلت عن هذا السعر
الدولة ملزمة تاخد من المزارع بهذا السعر بسعر الضمان، بسعر الضمان. طب نفترض الأسعار العالمية عالية زادت، تاخد بالسعر العالمي، ويمكن ده شفناه جليا في مؤخرا في موضوع القمح. القمح الحقيقة مع بداية الزراعة الدولة أعلنت عن سعر 1000 جنيه لأرداب القمح بعد ما كان 850 جنيه السنة اللي فاتت. في نص الزراعة بدأت الأسعار العالمية تعلى، الدولة أعلنت عن إن هي عدلت السعر من 1000 جنيه ل 1250 جنيه، وتعهدت عند في هذا الإعلان إن هي ملزمة إن هي تاخد بالسعر العالمي وقت تسليم المحصول. صح. مع بداية تسليم المحصول اللي بدأت من أسابيع يعني أو يمكن أسبوع أو 10 أيام، النهاردة الدولة أعلنت عن شراء القمح بسعر 1500 جنيه، وده يعني يقود يعني تقريبا هو ده السعر العالمي اللي المزارع في أي دولة من دول العالم بيبيع بيه جوه دولته. وبالتالي النهاردة مع تغيير التفكير ده بدأ فكر المزارع يتغير. النهاردة الناس بتتوسع بصورة كبيرة جدا في مساحات القمح، الذرة وفول الصويا نفس الموضوع، عباد الشمس اللي هم الأربع محاصيل الرئيسية اللي الدولة أعلنت عن سعر ضمان ليهم. طيب أنا النهاردة لما أجي أتوسع في مساحات الزراعة هبدأ أقلل كميات الاستيراد بتاعتي نتيجة إن أنا عندي مشكلة في توفير العملة الصعبة الخاصة بعملية الاستيراد. هقلل الضغط على العملة الصعبة. بالظبط، وفي نفس الوقت تكاليف الإنتاج عندي هتكون أقل. طبعًا. والعائد الزيادة ده يدخل في جيب المزارع، وبالتالي أنا بحفزه إن يتوسع أكتر. الجزئية التانية عمالقة بقى إنتاج الدواجن في مصر وإنتاج اللحوم بدأوا يتوجهوا إلى محافظات الوادي الجديد وإلى غرب المنيا وغرب المنيا للعمل على زراعة مساحات كبيرة بمحاصيل الذرة وفول الصويا. لولا هذه الأزمة ما كانش ده يتحقق. يعني أنا أعرف أحد المستثمرين في هذا المجال بيتعاقد دلوقتي مع محافظة الوادي الجديد على أنه ياخد 50,000 فدان يزرعهم ذرة وفول صويا. كويس. وغيره وغيره وغيره، بالإضافة لأن في الدلتا عايز أقول لحضرتك الناس النهاردة بدأت تزود مساحات الذرة ومساحات فول الصويا ومساحات القمح. ده هيترتب عليه ان انا انتاجيتي هتتضاعف على الاقل، وهبدا اقلل الفجوه شويه في عمليه الاستيراد. ده هينعكس على تربيه الحيوان وتربيه الدواجن والاسماك. طيب هنيجي في الاسماك، يمكن احنا في البرلمان اصدرنا قانون تنميه البحيرات في الفتره الاخيره، تنميه البحيرات والثروه السمكيه، ده كان في نهايه الفصل التشريعي الاول. والدولة الحقيقة يعني بدأت تتعامل مع البحيرات بأن هي تعمل تطوير لكل البحيرات، ويمكن أنا في محافظتي الدقهلية بحيرة المنزلة هي يمكن بتتواجد في ثلاث محافظات، شفنا حجم الجهود والمصاريف اللي صرفتها الدولة من أجل تطوير البحيرة وفتح بواغيث جديدة من أجل تجديد حركة المياه وتطهيرها من الخارجين على القانون. وبالتالي إن شاء الله مع استكمال هذه الأعمال اللي بتقوم بها الدولة لتطوير البحيرات ده هيديني إنتاجية زيادة. لسبب أنا تقريبا كنت بعتمد في إنتاج الأسماك في مصر بنسبة كبيرة على المزارع، تكلفة الإنتاج في المزارع أعلى كتير من التكلفة في المسطحات المائية المفتوحة، وبالتالي النهاردة هيبقى عندي ميزة تنافسية وزيادة في حجم الإنتاجية. الجزئية التانية اللي أنا برضو عايز أضيفها لسيادتك إن أنا النهاردة مع الأعلاف أو الدواجن، يعني إنتاج الأعلاف هو اللي هيقدر يقلل لي أسعار الدواجن طبعا واللحوم. لسبب يعني 70% أنا يمكن شفت كاريكاتير من فترة كده مرسوم الدجاجة، مرسومة جسم الدجاجة محطوط عليه علم أمريكا والرقبة والمنقار محطوط عليهم علم مصر، لأن هو ده بالظبط أنا 90% من احتياجاتي من غذاء الدواجن أنا بستورده من الخارج، وبالتالي أنا مش هقدر أثر في السعر غير لما زود إنتاجية محاصيل الأعلاف. دي جزئية. الجزئية التانية بقى مع تطوير البحيرات والكلام ده أقدر أسد فجوة كبيرة في موضوع الأسماك. الموضوع الثالث إن بدأت الدولة النهاردة تتوجه لإنشاء بعض المزارع في إفريقيا من أجل تربية المواشي أو البيج أنيمال، يعني بحيث ان هي النهارده برضو مع في تشاد ومجموعه من الدول الافريقيه. يمكن بدات بكوره الموضوع خلال الفتره اللي كانت قبل العيد، تم استيراد بعض الرسائل من مزارعنا اللي موجوده في بعض الدول الافريقيه. ده برضو توجه تاني بتاخده الدوله نتيجه توافر الاعلاف باسعار اقل وتوافر كميات المياه.
دي كلها يعني خطوات بتاخدها الدولة المصرية من أجل توفير الأمن الغذائي للمواطن. والحقيقة الرئيس لا يدخر جهدي في دعم هذا القطاع، يعني دعم غير محدود. يمكن كل اللقاءات اللي بيحضرها السيد الرئيس بيبقى للزراعة جزء مش قليل في حديث السيد الرئيس في كل اللقاءات، لأنها هي المخرج من أزمة توفير الأمن الغذائي اللي هو يعد أحد مقومات الأمن القومي المصري. أنا متأكد، لأن أنا أتذكر كويس أن الرئيس مثلا كان في توشكا يطلق موسم الحصاد بتاع القمح السنة اللي فاتت في 22، في إبريل 22، كذلك في الدلتا الجديدة وبرضو الرئيس راح أيضا لموسم الحصاد وتابع كمان اللي بيتزرع، كان أظن كان في بطاطس وكان في بنجر سكر وما إلى ذلك، يعني إحنا كنا موجودين الحقيقة للتغطية على هذه الأمور. ففي اهتمام حقيقي من قبل الدولة فيما يتعلق ب النشاط الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام. فإحنا كل بالتأكيد، ومع اكتمال بقى يعني موضوع محطات المعالجة، ويعني يمكن مشروع الدلتا الجديدة تقريبا الزرع فيه حوالي 500 ألف فدان دلوقتي من 2.2 مليون فدان. تخيل بقى لما 2.2 مليون يتم استصلاحهم بالكامل وزراعتهم بعد ما يتم إنشاء محطة المعالجة العملاقة والنهر اللي بيتعمل في الوقت الحالي، تأكد أن الأمور هتكون مختلفة تماما. بالإضافة للتوسعات اللي بتتم زي ما قلت لسيادتك من شوية في الوادي الجديد وفي منطقة العوينات وفي منطقة توشكا إعادة إحياء المشروع، دي كلها المساحات دي إن شاء الله لما تدخل حيز الإنتاج الأمور هتختلف بصورة كبيرة جدا يعني. جدا أنا بشكرك جدا 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 يا فندم، نورتنا وشرفتنا. كل التوفيق ليكم في البرلمان من ناحية وفي الحوار الوطني من ناحية أخرى. في النهاية خالص كل اللي مطلوب هو المصلحة وإرساء قواعد أو بناء بقى الجمهورية الجديدة. بدأنا القواعد، نحن الآن بصدد أعمدة الخرسانة زي ما بيتقال. أشكرك جدا يا فندم، نورتنا وشرفتنا. مش عارف أقول بشكر حاجة. حضرتك، والحقيقة أنا مستبشر خير جدا بالقادم في ظل قيادة سياسية واعية تدرك تماما ما تفعل. أكيد أنا بشكرك جدا. شكرا. مرة تانية جزء مهم جدا قاله سيادة النائب اللواء هشام الحصري. إيه هو بقى؟ إنه كبار المستثمرين مثلا في الانتاج الداجني بدأوا يتوجهوا للوادي الجديد ويبدأوا يتعاقدوا على زراعات بمساحات 50,000 فدان ويزيد، والكل ماشي في هذا القطار. جماعة الأجانب عندهم كلمتين أنا أحبهم قوي: بروجريسيف، تقدمي، برو أكتيف، يستبق العمل، باصص طول الوقت لقدام. حلوة الكلمتين دول قوي. دايما بيدور في بالي لما احنا كان ينفع نروح الوادي الجديد احنا كمستثمرين، لو انا مستثمر رحناش من بدري ليه؟ ماشي، لا بكاء على لبن مسكوب، سعيد بان ده بيجرى. اتمنى ان احنا نجري نقفز على رأي ما كان بيقول فخامة الرئيس دائما، نحن لا نحتاج للجري، ده احنا محتاجين نحقق قفزات علشان نلحق كل البلاد اللي حواليه. ده اللي سبقتنا بكتير، العالم سبقنا كتير جدا يا جماعة. خلونا نشتغل في الحوار الوطني، احنا رايحين نشتغل للي فيه مصلحة البلد، احنا مش رايحين عشان ننكف في بعض. ساء عليكم النبي. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كان لنا العمر ان شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.